طيب زيارة السفير السعودي لعند الرئيس نبيه بري أول من أمس، هل حملت جديدة؟ هي استكمال لما كان يجري من تواصل مباشر مع السفير ومباشر مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، من خلال يعني الاتصالات إن كان من قبلنا أو من قبلهم أو من يعني وسطاء مشتركين بين صحيح أنه السعودية لم تعلن موقفاً، ولكن طبعا في أمل كبير بعد الاتفاق السعودي الإيراني أنه يحلحل الوضع، أن نقترب من الانتخابات الرئاسية بشكل أو بآخر، والرئيس نبيه بري يعمل منذ فترة على التواصل مع الجميع وخصوصا مع السعودية وغيرها. لكن السعودية وضعت يعني مواصفات للرئيس، والسفير السعودي عبر عنها كذا مرة أنه نريد أن يكون محاربا للفساد السياسي والاقتصادي، أن يكون محايدا لا يكون تابعا لطرف. عمليا سليمان فرنجي مرشح الثنائي الشيعي حتى الآن، كمان نحن وضعنا مواصفات لا تختلف عن هذه المواصفات التي حددتها المملكة العربية السعودية. الرئيس نبيه بري بأكثر من مناسبة وفي 31 آب من العام الماضي في مهرجان الإمام موسى الصدر في سور تحدث عن مواصفات الرئيس الجامع بين اللبنانيين، القادر على التواصل مع الجميع في الداخل والقادر على التواصل مع الجميع في الخارج، والقادر على إعادة الثقة بالدولة اللبنانية. وهذا يعني أنه يجب أن يكون رئيسا يتمتع بالمواصفات التي يدعو إليها الجميع، منها محاربة الفساد ومنها إعادة الثقة للمؤسسات الدستورية. وأمس عاد وقال إن لم يكن سليمان فرنجي جامعا فمن هو الجامع عمليا؟ يعني الرئيس فرنجي أو الوزير فرنجي سبق وأكدت أنا على هذه الطاولة عندك من فترة، قلت أنه يتمتع بكل المواصفات التي تؤهله أن يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية. أوكي، هل برأيك، معليش أنا أستميح ضيوفي عذرا، سنعود إلى جوهر الاتفاق، فيه ملفات أهم بكثير من وضع لبنان، ولكن فقط لأنه هذه مسألة حساسة بالنسبة للسعودية بعد الاتفاق، هل سيترشح سليمان فرنجي قريبا وفق ما علمنا، وأنه أبلغكم ذلك؟ حتى الآن هو يدرس خياراته ويقوم بمروحة اتصالات كبيرة على المستوى الداخلي، كان على أساسها اليومين عم يشتغل بالآخر. يعني حتى نحن والوزير الفرنجي ما عم نخوض هذه المسألة بنوع من التحدي للآخرين. نحن نحاول أن نقرب المسافات وهو يحاول أن يجري اتصالات مع الجميع حتى يكون يعني الإخراج هذه العملية إخراجا يناسب الجميع، ولا يشعر أحد في الداخل أنه مهزوم، ولا يشعر فريق أنه منتصر. ولكن رئيس نبيه بري أوحى وكأنه مرشحه الوحيد، لا تنازل عنه عملي. نحن شوف يعني لا مفاوضات على شيء آخر، في حدا بيرشح اثنين؟ لا، بيرشح واحد بس احتمال التفاوض قائم. نحن بنرشح واحد. طيب. بالأول كنا عم نرشح، ما كنا عم نتبنى ترشيح لما كان بلشت الجلسات. صحيح صحيح، وقلنا ما عندنا مرشحين للحرق، انه حتى نزلوا على مجلس النواب وياخذ 40 او 50 صوت ما في مرشح للحرق. الان نحن نعمل على لدينا مرشح، وهذا المرشح حتى الان هو مرشح وحيد، يعني ما عندنا خطه ب حتى الان ما عندنا خطه ب ولا عندنا خطه جيم بهذا الموضوع. أوكي. نحن دعونا الجميع اكثر من مره للحوار وللتوافق. طيب. حول الانتخابات. ممتاز، يعني أفهم منك أنه السعودية ليس لديها فيتو على ترشيح أي أحد عمليا بما فيه سليمان فرنجي. آخر سؤال حول هذا الموضوع لننتقل إلى ضيوفنا، هل صحيح أنكم ضمنتم أكثر من 65 صوتا لسليمان فرنجي حتى لو أنه بعد نصاب 86 نائب ليس محسوما بعد؟ صحيح؟ المسألة 65 لا أعتقد أن هناك مشكلة في هذا الأمر. أوكي. ولكن المسعى الأساسي مثل ما قلت قبل شوي، انه ما بدنا نفوت بمساله التحدي. صح. لا نريد ان نسجل انتصارا على شركائنا في الوطن. أوكي. ولا نريد ان يشعر احد انه مهزوم في هذه المساله. أوكي. هناك عقده موجوده نعمل على تفكيكها وعلى يعني خلق جو. أوكي. واسع وتأييد واسع لهذا الأمر حتى نذهب إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس. ما في مشكلة بتأمين 65 صوت؟ ما في مشكلة بتأمين 65 صوت حتى الآن. الانتخاب قريب سيكون للرئاسة؟ خلينا نعطي أمل للناس، شو المعلومات؟ نحن نعتقد أنه آن الأوان لكي ينتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية بظل ما تحدثت عنه عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والتي يعيشها المواطن اللبناني اليوم، ويجب أن نخرج من هذا النفق الكبير ومن هذا الانحدار الكبير الذي وصلنا إليه بانتخاب رئيس جمهورية، خاصة أنه بالطرف الآخر لا يوجد حتى الآن مرشح جدي.
أوكي. ما حمل رسالة جديدة السفير السعودي؟ ليس هناك من رسائل، هناك حوار مستمر وحوار أوكي. إيجابي وبناء طيب. وجدي مع المملكة العربية السعودية. أوكي.